إيميل وسيلة معتمدة في الإثبات بموجب القانون. بعض الوسائل الحين في محادثات عن طريق الإنستغرام، عن طريق الواتساب، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مدى فاعليتها في الإثبات هذه كلها تعتبر قرائن ممكن يستند إليها القاضي مع أدلة أخرى أو قرائن أخرى. مرت علينا كثيرا من الأحكام اللي استند فيها القاضي إلى بعض محادثات الواتساب كأدلة تكميلية إلى دليل آخر موجود. قضايا الجنائية تكون اطمئنان القاضي إلى الأدلة الثبوت، فوجود محادثات واتساب بين التهم والمجني عليه دائما تعتبر دليل في هذه القضية ممكن يستند إليها القاضي ويطمئن إليها، وحصلت في كثير من القضايا الجنائية.